بداية الكيسنج هيد أو الستارتر هيد أو أكتر مصطلح دارج في عملية في الإكويبمنت دي كاسم اللي هو البرادن هيد، أو بنسميها ساعات الكيسنج هاوسنج أو اللور كيسنج هيد أو سيكشن A، وهي أول جزء بنلحمه أو بنعمله ويلدنج في الكوندكتور بايب، وهو الكيسنج هيد، هو الجزء الأخير اللي أنا شايفه ده. الكيسنج هيد هاوسنج هي أول فلانش هتركب بعد الستارتر هيد، هتكون حاجة من اتنين، يا إما هتكون سكرويد يعني ليها انر ثريد وهتتربط في الكوندكتور أو الكيسنج الموجود، وإما إنها سامتايمز بتكون ويلدد في التوب اوف كوندكتور، بتشتغل كأول حاجة انكرنج للبلو اوت بريفنتر أثناء الحفر، هتبقى سبورت للنكست كيسنج هيد اللي هتيجي بعديها، هقدر ان انا اعمل لها انستوليشن عن طريق ستاد، هقدر ان انا ابني فوقها كل الويل هيد اللي جاي، وهتعمل لي سيلينج ما بين الانيولاس اللي هيكون ما بين الكوندكتور والسيرفيس كيسنج، تثبتها في الكوندكتور بشكل من اتنين، لا اما بشكل السليب اون اند ويلد انها بتتلحم في الكوندكتور بايب وهنشوف الموضوع بيتم ازاي، او انها تكون ثريدد وبيكون عندي في ثريد موجود في الكوندكتور بايب، او بعمل ثريد في الكوندكتور بايب ودي بتكون الفيميل بتاعته وبتتلحم بتتلف بتتربط وبتاخد طرق معين. طيب البوتوم كونكشن زي ما قلت، لا اما ثريدد تايب اهو، لا اما الويلد تايب، يا اما سليب تايب. سليب تايب دي ان هي هتركب بستارتر هيد. طيب الاجزاء بتاعتها زي ما احنا شايفين، في سيل اليمنت موجود تحت خالص اهو، في رابر سيل او الاستومر، بعد كده هي بتنزل وعمل لها لحام تحت في الكوندكتور بايب زي ما انا شايف اللحام الموجود هنا. السيل اليمنت بيعمل سيلينج حوالين الكوندكتور، وعن طريق تيست بورت ببدأ ان انا اعمل تيست ببريشر على الجزء ده. عندي الجزء اللي جواها ده بنسميه الهانجر بول. الهانجر بول ده المفروض ان هو هيحصل فيه سيتنج ليه هانجر، هنشوف شكله بعد دقيقة. وعندي فيه مسامير بنسميها اللوك داون سكرو، دي بنربطها بعد ما بنسيت الهانجر، اول ما الهانجر بينزل يثبت في الجزء ده، الهانجر بيثبت هنا، ببدأ ان انا اربط اللوك داون سكرو، فانا كده عملت احكام او تايتن للهانجر. طيب الكيسنج هيد سبول هي الجزء الثاني من الويل هيد، ودي شكلها زي ما انا شايف اهو، بيكون لها من فوق ومن تحت فلانجز بمسامير، وبتتركب على الكيسنج هيد الاولانيه زي ما انا شايفها اهو. تمام الفانكشن بتاعتها انها هقدر ان انا اعمل اكوميديشن للهانجر جواها، بعمل اتاش للويل هيد يعني ببدا ابني الويل هيد عليها، الويل هيد بتتبني فوقها، الهانجر بتاعت الكيسنج بي بتتكب فوقها، ونفس الاكويبمنت نفس الاسامي بتاعت كل حاجه هي اللي موجوده هناك، ده نفس الشكل بتاع ده الهانجر. الهانجر ده عباره عن اكويبمنت ثريدد من تحت بتركب فيها ماسوره الكوندكتور، بتبقى الكوندكتور بينزل ماسوره الكيسنج، الكيسنج بينزل يهنج بيتعلق جوه التيوب الكيسنج هيد بالشكل اللي انا شايفه ده، وبيكون فيها سيل اليمنت في الجزء الخارجي، وببدا ان انا اللوك داون سكرو ده هشوفه بعد دقيقه، ببدا ان انا اربطه فبيبدا ينزل يعمل سيتنج في الجزء ده. تمام يبقى كده الكوندكتور اول حاجه حطيت عليه اللاندنج رينج او الجزء اللي هو الويل هيد الاساسي الستارتر هيد، بعد كده هبدا ان انا اركب الكيسنج هيد الاولانيه، وبتتركب بثريد في الكيسنج الاولاني خالص اللي هو بعد الكوندكتور على طول اللي هو السيرفيس كيسنج، واخيرا البرودكشن كيسنج هيكون هو بدايه ان انا اسيته على هانجر. عند الهانجر نوعين، سليب تايب هانجر وماندريل تايب. السليب تايب هو الشكل اللي احنا شايفينه، والماندريل هانجر ده هانجر بستخدمه في حاله ان انا عاوز انزل يعني هما نوعين مختلفين، لكن هو بيمبروف الانيولا سيل لان السيل اليمنت الموجود فيه تحت هنا بيكون اقوى شويه. ده الشكل بتاعه الحقيقي اللي هو الماندريل تايب، وده شكل السليب تايب. تمام
كيسنج هانجر زي ما قلت ان خلاص اهو انا كده سيدته جوه الكيسنج هيد بالشكل اللي انا شايفه ده بالظبط. ده ماندريل تايب هانجر، سيدنا بيه البرودكشن كيسنج او السيرفيس كيسنج وات ايفر، اتسيد جوه تيوبنج هيد او كيسنج هيد. بعد كده هيجي التيوبنج بقى هو اللي انا هسيده بعدين، فهيبقى عندي التيوبنج هيد الاول لانها يعني حاجه شبه الكيسنج هيد بتيجي تتربط عشان تكمل سلسله الويل هيد. التيوبنج هيد ده هو اللي انا هركب فيه، هو ده التيوبنج هيد، هو ده الجزء ده. كل هيد منهم بيكون راكب عليها فالف كده عشان ان هو اقدر ان انا اتحكم بيه في الانيولاس اللي موجود ما بين كل ماسوره وماسوره. يعني عندي في تيوب التيوبنج اهو والكيسنج اهو، فبيبقى في بينهم انيولاس اللي هيقدر ان هو يقول لي الضغط جوه الانيولاس ده والفلو اللي جواه، هو البورت اللي بيبقى متصل بيه الكيسنج هيد. الكيسنج التاني ما بين الكيسنج والكيسنج، ما بين البرودكشن وما بين الكوندكتور مثلا، بيكون عندي فيه كيسنج هيد تاني وبيكون ليه بورتات معينة. طيب برضو الشكل بتاعهم، وزي ما قلت انا عندي فيه اللوك داون سكرو، هو ده اللي انا بعمل تايتن بالظبط. ده هو ده كده بالظبط الشكل ده، تيوبنج هانجر اهو، بنسميه ساعات الدوج نات. الهانجر بينزل يحصل له ست جوه التيوبنج هيد، واللوك داون سكرو بيقفل لما بربطه، بيبدأ ان هو يدخل في جروف معين هنا يحكم لي الهانجر بحيث ان هو يسسبند التيوبنج في الهانجر. طيب في نفس الوقت انا عندي في الهيدروليك كنترول لاين اللي هيبقى نازل عشان يكونترول السب سيرفيس، السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف، بيعدي من جوه التيوبنج هيد ومن جوه الهانجر، بيبقى له بورت خاص كده زي ما انا شايف اهو اهو. انا بركب هنا كنترول لاين، كنترول لاين ده بيبقى ماسوره ستانلس تيوب صغيره قطرها تقريبا 8 بوصه او ربع بوصه، وبتوصل على هيدروليك كنترول يونت على السيرفيس. ببدا ان انا اضغط ضغط جواها، الضغط ده يبدا يتنقل لحد زي ما انا شايف كده بلفه على الهانجر، وبينزل من الهانجر يعدي جوه الانيولس لحد ما يوصل لي السب سيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف زي ما انا شايف اهو. تمام، ده خط الكنترول لاين. طيب انا عندي في نوع من الهانجر بسميه دوال تيوبنج هانجر، وده لو انا بستخدم اتنين تيوبنج في البير، لو بنتج من مالتي زون او في عندي مالتي كومبليشن جوه البير، في اكتر من تيوبنج موجود، فكل تيوبنج بيكون ليه كل تيوبنج بيكون ليه جزء في الهانجر او جروف. وبرده في انواع معينه بقى من الهانجرز في حاله الاي اس بي، فانا بيكون عندي فيه كيبل الكتريكال كيبل اللي هو هيكون معدي من جوه الهانجر عشان ينزل لي الاي اس بي بامب زي ما انا شايفه اهو، بيكون معدي من جوه التوبنج هيد ومن الهانجر. ده شكل بتاع الاي اس بي اللي هو اللي هيكون فيه جروف الكابل بتاعت الكهرباء. تمام، ده بالظبط هي كده السكيما او الهيد بالاكويبمنت المختلفه بتاعتها بالاشكال المختلفه. التيوبنج هيد ادابتور هو عباره عن الغطاء اللي انا هقفل بيه التيوبنج هيد، وهبدا ان انا اعمل كونكشن على الاستاد اللي فوق ده، المسامير دي هبدا ان انا اربط بيها، اربط عليها الويل هيد او الكريسماس تري. تمام، المسامير دي هي حلقه الوصل اللي بتنقلني ما بين الفلانشه الواسعه بتاعت التيوبنج هيد وتوصلني للاستاد اللي انا هركب عليها الاكس ماستري.